خلصت الأعراس ما خلصت معنا ولا حصت العرايس خلصت معنا مع رني نعمه كل مره رح يعلمنا سوري رح يعلمنا شيء جديد بالاعراس مزبوط رني كيفك صباح كيفك انت ثانك يو على هالبوكي هيدا انت مجملتيها مشي مجملتك هو المجاملات والاشياء حلوين بس وليش جايب لي اياها بلاستيك؟ ليش جايب لي ورد اصطناعي؟ تضاين تضاين شو قصدك انه انا بقتل الورده؟ لا بالعكس انت بتعطيه حياه هذا قصدي اوكي منيحة بلاش تتزبط منيحة رني اليوم عن شو بدنا نحكي مزبوط اليوم بدنا نحكي شوي عن الاعراس اللي الشامبيتر الاعراس اللي بتنعمل اوت دور الاعراس اللي فينا نحن كبلانرز اما بالتحديد نحن كايفنتلست نخوت فيها يعني نقدر نطلع كومبليتلي عن المألوف عن الكلاسيك العرسين اللي بدهم شيء مش منشاف ابدا الوان اللي فيك تخلطيها مع بعض عم تتوقعيها يعني كل شيء جنون إذا بدنا نحكي أكثر. قبل ما نحكي عن هالأعراس الحلقة الماضية كنت عم بتخبرنا شيء عن المعرض مزبوط تما يقولوا العالم عم نفنس عليهم بقيت مذكرة تنكمل هيدا الموضوع مزبوط. أول شيء هو الفكرة كان معرض الودينج فوليز اللي بينعمل ببيروت معرض كتير كبير اشتركنا فيه السنة كمان وكان عنا اشتراك كتير مميز لأنه عملنا فكرة الدريم بارك يعني استعملنا كل القصص الايتمز اللي بنستعملها بالدريم بارك تنلعب الاولاد عليها استعملناهم تعملنا منهم عرس أوكي. يعني صنعنا طاولة ألفات لعشر أشخاص هي الطاولة اللي بتبرم اللي بنقعد عليها أولادنا وبنلعبهم عليها أوكي. صنعناها لعشا زيناها كلها كراسي وبيبرموا العالم والعالم تبرم اوكي والست اب محطوط على الطاوله حبيت كان كثير سلبي كان كثير اوريجينال كثير مميز عطى امباكت وفي مرجيح وطالعه يا نازله وكل مرجوحه كان للعرسين طاوله العرسين كانت مرجوحه محطوط عليها صحونهم وشوكتهم واكلهم كامل وثاني واحد محطوط عليها تعليقهم مع فساتينهم كان شيء بيطير العرس اخر العرس بتشوفوا العروس والعريس هيك 100% عم بيلوحوا بس الحلو انه العالم كانت عم تتجاوب انه شيء جديد يعني اكواريوم قبل بسنه، ثاني سنه دريم بارك، انه ايفنتلست وين بعد؟ السنه الجديده شو بعد ناطرنا؟ ما فينا نعرف؟ في افكار، السنة الجاية اذا الله راد رح تكوني بتنطرني؟ ابدا ما بنطرك، هلا بخبرك تحت الهواء ما خلي الافكار انا ما بخبي شيء بخبر كل العالم عن الاشياء خلي الافكار اوكي، لا بحترم لانه افكاركم وبدكم تحافظوا عليها هذا شيء طبيعي اوكي خلينا نرجع ننقل لكين للاعراس اللي كنت عم تحكي عنها هون الاعراس اللي العالم ألفت بتقول لك تعا ما نكون كلاسيكيه تعا ما بدي فوت وشوف شيء مثل كاني حضرته بعرس حدا اصحابي قبل ولا شيء هون بتختلط القصص يعني هون بتجيبي ايتمز تكون السبور للورد غير شيء اذا عم تشوفي الايتمز هن قصص بنستعملهم بعشواتنا يعني أوكي. القنديل الكيس كل شيء بنحطه بقلب البيوت للشمع شلنا الشمع كله استعملناهم للورد يعني خلينا الشمع سبور اكسترن يعني على الطوارف واستعملناهم هن للورد خلطنا كثير الوان اذا عم تشوفي في كثير اصفر في كثير اورانج في كثير موف في كثير زهر يعني الوان ما بتتخيل انها بتمشي مع بعض ما مشينا على التوناليتي وحده اوكي سو هون هيدا هون الجنون يعني مثل كانه قطفينهم من البريه 100% هيدا الكلمه 100% صح قطفتي مثل ما هي حطيتيها هون شطاره انك انت تخلقي كونسبت جديد وبنفس الوقت ما بننسى انه دائما على صاب دوتاب على طاوله للعرس حلو الايتمز العاليين يعني بدك العالم اللي قاعده بوش بعضها تشوف بعضها تقدر مزبوط. تحكي وبنفس الوقت قصص عاليه كمان وقت تصوري اتموسفير تبع العرس يطلع كونسبت حلو كلاس مجنون هونيك كنا الحلقه الماضيه عم نحكي الكلاس الكلاسيك هون اكثر شوي اخوتنا يعني ما عندك حدود بال اوكي وبتتماشوا مع الاكل شو مع المنيو شو هو أكيد. مع العروس شو الفستان تبع بتمشوا به لهونيك يعني بتروحوا فيها ولا لا ما خصكم ما بتفوتوا بهول بالعكس الديتين. بالعكس سؤالك عن جد كثير مزبوط لانه بنمشي من كل شيء يعني فستانها كيف ستيلها شعراتها حابه الستيل الكلاسيك الدانتيل بفستانها ولا حابه قصص التول اللي فيه صرعات القصير اللي فاتح من يعني بتمشي مع كل شيء حتى الشعر حتى نوعيه الاكل يعني ستيل هيك كثير حلو فيه الاكل الستيشنز المهضومين اللي فيه انتراكشن بين العالم عم بيقوموا ويجوا الحلقه الماضيه كان كثير الكلاسيك كان حلو الديني السيرفي التاب يعني
بتلحق شوي شو المود الكامل تبع العرس. انا البوفيه ما بحب. نحن في كثير ناس بتقول لك انا مثلا بوفيه ما بحب، بحب الدنيا سيرفي. في ناس لا، في ناس بتقول لك لا انا بفضل انا اقوم، بصير في انتر اكشن اكثر بيناتنا، نتسلى اكثر. في ناس اكثر كلاسيكيه، يعني بترجع كمان للمعازيم، قديش البرسنتج تبعها الاكبر بالعمر، قديش برسنتج الشباب، نسال كل هالتفاصيل. وين بده يكونوا مقعدين بالصاله، وين لقى، وين الكورنر تبع الشباب اكثر، يعني بنفوت بديتاي. العالم بتقول انه مش معقول يكون هالقد عم نفوت فيهم، بس هو اجمل يعني الاسبري كامل. ما بيهمنا شخص واحد يكون مزعوج بقلب العرس. مزبوط. وبترجع كمان للعروس، يعني كنا عم نحكي تحت الهواء انه اوقات مذيعه ما بتتجرأ تغير. بترجع كمان للعروس، العروس مثل حيالله شخص، في عروس ما بتقبل تغير نهار عرسها، في عروس بتحب تكون هي طالعه من الاوردينير تبعها حتى باللوك تبعها. حتى بعرسها، حتى بعشاها، حتى بشيء، يعني بتخيلك ألفت انت ما عندك مشكله انه وقت عرسك تعملي قصص كثير يعني شوي تطلعي اوت اوف ذا بوكس. ليك انا رح لك شو بحب تحديدا. انا ما عملت عرس وقت تجوزت ابدا، بس بيوم من الايام على بالي ارجع اعمل. مش غلط تعمل انيفرسري. مش غلط. لا بدي اعمل عرس. تعملي وحدي. مين انه ما مش غلط. هلا البوكيه بايدك ولا حدا. ايه هي انقضت على البوكيه كان، انا كنت ناطرة البوكيه تعمل العرس، قشت البوكيه خلص، مش عايزة شيء ثاني. احزار شو اللي بحبه؟ لأنه حاطط لي اياهم بوجهي. لافندر. هلا عنا عرس كله لافندر. ما هذا بدي اسألك اياه. هلا عنا عرس كله لافندر. بينعمل كله لافندر؟ كله لافندر، بوكا بس بعد بنفرج صور للعرس، بتفوتي بتحسي حالك قاعدة بسهلة لافندر. ايه لأنه ريحة اللافندر 100%. أول شيء بتريح العالم هن وقاعدين. صح. وهذا شيء كثير منيح لأنه يعني بدك تأمنهم. مضبوط. 100%. بدك تأمنهم كل الشيء بيريحهم بالعرس. صح. مع انه في منهم بيجوا على العرس وبيجوا بيلقوا عليك وشو ما عملت لهم ما بترضيهم، بس اتس اوكي. انا على طول بقول لهم العروس والعريس، انت لاغي العريس كل الوقت عم بتقول لي عن العروس. هو شو هو بيكون اكثر سبونسر. هو اكثر بيكون هو البنك المركزي. هو اللي بيمضي بس. يا معطر. يا معطر. لا بتستاهلوا. لا بتستاهلوا صراحه، ولا معطرين ولا شيء. لا منا معطرين ابدا. بدكم تعرفوا قيمتنا 100%. لازم. نسيت الفكرة. أنا الفكرة أنه اللافندر قد ايه بيريح. اللافندر قد ايه بيريح، هذا اللي كنا عم نقول. عاملين عرس هلا ألفت، ما بتطلعي ما بتشوفي غير كميات لافند كبيرة وشمع. لافند وشمع. أوكي. شي بيطير العقل. هون كمان بترجع للعروس، يعني العروس وقت قلنا لها الفكرة بالأول كان جاي على كونسبت كومبليتلي ديفرنت. قال إيه كثير حلوة، يلا بنبلش نرسم، بنبلش فيها، بلشنا نطلع، بلشنا نزرع. حتى اللافند بدي اسالك عن هذا الموضوع. هلا قد ايه وقت تعملوا عرس كله لافندر عندكم مشكله باللون؟ لانه اللافندر مش دائما بتلاقيه موف. صح. يعني بتلاقيه ايام هيك مغبر شوي، ما بيعطي حياه كلون. ما بتلاقيه موف على لمعته على بيرفكت. مزبوط. قد ايه بتلاقوا صعوبه تقدروا تحطوا لون بالعرس؟ هذا كمان شغل من شغلنا، هو دراسه نوع الورد اللي بيكون موجود بالسيزن تبعه اللي بنقدر نستعمله بالعرس. يعني اوقات في ناس بنقول انه بنقول انه نحن هيدا العرس ما نحن قادرين نعمله اذا ما نشتغل مثلا بالبيفوان، ما نشتغل بالتوليب، بالاورتانسيا، شو ما كان نوع الورد، بنقول انه ما نحن قادرين نعمله الا ما نجيب ما نكون مصدرينه. اذا بدنا اياه لوكل بده يكون من هيدا التايم، من هيدا الشهر لهيدا الشهر. يعني هذا كله اختصاصنا نحن كايفنتلست، بنعطي خبر للعرسين على كل الديتاي، يعني من اصغر تفاصيل لاكبر تفاصيل، لانه حقهم يعرفوا، لانه مش رح يتوقعوا سربريزات نهار عرسهم. ما في سربرايزز نهار العرس الا اذا شيء نحن حابين نعمله تاتش صغير تنفاجئهم، تيكون عندهم شيء مش عارفين فيه. اوكي. رنين نحن رح يكون اكيد عنا لقاء ثاني ان شاء الله يا رب بموضوع ثاني اكيد، تنضلنا نفيد قد ما بنقدر بافكار. بس انا بدي اعطي نصيحه وبتمنى رنين يوافقني عليها لكل عروس وعريس عم يتجوزوا وعم يعملوا عرسهم، بليز 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 حاولوا تعملوا انتو شو بتحبوا بالعرس، لان هيدي ليلتكم انتو، منا ليله العالم. العالم رح يجوا يسهروا وينبسطوا ويرقصوا وشوي يحكوا عليكم وشوي ينبسطوا لكم. صح. فكروا بحالكم هيدا النهار، لانه هي نهار واحد وبعدين خلص. وافق 100%. مشان هيك انا بقول للعرسين، انت شو حلمك؟ انت شو حلمك؟ شو حلمك نفذيه؟ هيدا ليلتك، هيدي ليلتك، ما بتتعاد مره ثانيه بهذا الحجم. مظبوط.
أنا مضطرة أودعك روني، باي مضطرة لأنه الصبايا ناطريني. إيه تكب البوكي. مين بده يلقطها ما بعرف. إجيت على رأس حدا؟ لا. مبروك سامي.